نجاوب لا وباش هذه، ومضطر مادام ولات الحكايه فيها امي وخالتي. امي وخالتي للناس ما تعرف وذات رتبه ثالثه خبره اكثر 35 سنه، تقع الهرسله نتاعهم والتشهير بهم مش المره الاولى من شيء. شيء هذا والحاجه كيفاش فسرها لكم؟ حاجه خامجه برشا، امنيتها تولي جر حاشا الحيوانات. شيء هذا ما يرقدش الليل من بعد قرارات المحكمه الاداريه الاخيره اللي انصفت مرشحين بعينها. الشيء المتعفن هذا كذاب لدرجة أنه يتهم خالتي القاضية بالمحكمة الإدارية بالطواطأ والتآمر، في حين أن سمعتها وأدائها واستقامتها سابقينها، وكان على عضويتها في مجلس أعلى القضاء في 2018. راه رضا بالحاج في 2018 ما كانش في القصر، وكان معارض وكان مختلف مع الباجي يرحمه. دونك يا بهيم يا كذاب. وعلى ذكر سيدك المعتقل رضا بالحاج، نحب نفكر اللي في 2016 كيف انت كنت تاكل من القصاع الكل وتدور من بلاصه لبلاصه، ومنيتك انه هو يسلم عليك وقتها كان يشوفك صحيح، اما ما يراكش على خاطرك حقير ومبتذل من صغرك مش من اليوم. بالنسبه لوالدتي راهي للاتك قاضيه رتبه ثالثه في القضاء العدلي، ما عندها حتى اختصاص اداري، دونك لا علاقه لها بالنزاع الانتخابي، مضمض. وعلى فكرة لا الباجي قايد سبسي ولا غازي ولا رضا هما دخلوهم المعهد الأعلى للقضاء ونشحوهم في الكونكور بأحسن المعدلات في الثمانينات، دونك كيف كيف هذايا نحاه. واللي جبتهم للواتك يا مرتزق عمر جنيح يا بيدق مكرم جلاسي يلي تبع في مسار فاشل كيفك، ما تحشمش حالك يسخف، بربشت بربشت وكما لقيت فيها وين وليت تطاول على قضاة شريفات خبرتهم اكثر من 35 سنه يخدموا بالقانون، ما لقيتوا عليهم شيء، وليتوا تهدوا فيهم في العلن. يا مقرف والله عملت الريحه. باقي حاقد على غازي الشواشي، للناس اللي ما تعرفش اخر مره غازي الشواشي حضر معاك في البلاتو المبتذل ذاك البلاتو نتاعكم في الحلقه الشهيره نوفمبر 22، نصح بك القاع في اخر الحلقه مشيت تطلب في السماح منه باش ما يشكيش بيك. يا اخي اللي جابه قال لك لا ما نخسرش عليك تنبري ب 17 دينار ونضيع وقتي باش نشكي ضد بوق الحلقوم. مازلت موجوع منه يا حقود، موجوع من قرارات المحكمه الاداريه تهبط في 10 ستوات كل يوم، حتى كان جيت تكتب فيهم وحدك يا جاهل كاتبين لهم لك اسيادك المتحيلين عن القانون من غير ما نذكرهم. جبت لي امي وخالتي وشهرت بهم، حليت على روحك باب بلا اخرتك السفساري والذل، اما من هنا الغادي والله ما نقضيوك داخليا وخارجيا. وصدقني يا رياض ما يعجبك في الزمان كان طوله. نهج مساركم ومنهجوا النذاله وعنوانه التخوين وانجازاته الظلم والتنكيل تقسيم الشعب. ربي يهداها امك مانيش نسبها، جابت واحد كيفك في جرته تتلقى كل يوم في دعوات الشر. وبيناتنا الايام وبيناتنا التاريخ ومحكمة التاريخ راسخة وما عندك وين هارب. برا لوش تو وراي انا ورا اخواتي وعملوا لنا قضايا تامر وحطونا الكلنا في الحبس ميسالج. نحن لها كي قال غاز شواشي نحن لها، نعنيوها بالكلمة بالكلمة.